إلينا الآن عبر سكايب من باريس جو ماكارون، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا بك سيد جو ماكارون. قبل أن أسألك عن خيارات إيران للرد والانتقام المزلزل الذي توعدت به، أريد أن أسألك بداية عن قراءتك لهذه العملية ولأهداف إسرائيل إذا صحت فعلا فرضية مسؤوليتها عن العملية. يعني هناك كثير من الأمور المتداخلة. أولا، يعني استهداف هذا العالم الإيراني ليس جديد، يعني العالم الإسرائيلي عليه منذ عام 2018. واضح أن هناك عمل استخباراتي متراكم، تم اتخاذ القرار بالضغط على الزناد في هذه المرحلة. أولا، هذا يعكس أن هناك يعني اختراق استخباراتي كبير داخل إيران. هذه نوع من العملية، توفر متفجرات وثم بعض الأشخاص أشخاص لإطلاق النار بعدها للتأكد من قتله. كل هذه أمور مدى الاختراق الإيراني، الاستخبارات لإيران. الموضوع الثاني هو أصبحت موضوع إيران أيضا جزء من التجاذب الداخلي الأمريكي، وهذا أمر ليس مفيد لإيران في المرحلة الحالية. فبالتالي هذا رد بشكل مباشر على المعلومات عن زيادة في التخصيب في الأسابيع الأخيرة. كان هناك خيار أمريكي بالضرب طرحه ترامب، لم توافق عليه المؤسسة الحاكمة. فيبدو أن إسرائيل وجدت هذه الفرصة في هذا الوقت الضائع بين إدارتين لوضع إيران في الزاوية في هذه العملية، التي يعني لا بالضرورة تقلب الموازين، لكن أعتقد تفرض يعني أمر واقع جديد على إيران وعلى إدارة بايدن. ولكن بكل الأحوال هي عملية ذات حجم كبير وتأثير أيضا كبير سيد جو ماكارون. هل يمكن لهذه العملية كانت أن تقدم عليها إسرائيل، يعني إن صحت ثانية، رواية أو فرضية مسؤوليتها عنها دون ضوء أخضر أمريكي؟ نعم، بدون شك هناك ضوء أخضر قد يكون يعني غير مباشر. يعني أمريكا هي قامت بقتل قاسم سليماني وأعلنت عن هذا الأمر، فبالتالي الضوء الأخضر معطي أمريكي بالتعامل مع إيران بشكل عام. واضح أن هناك يعني عمل استخباراتي، لا أعرف إذا تم إبلاغه رسميا للأمريكيين أو لا، لكن يعني واضح يعني الضوء الأخضر يعني موجود. يعني حتى لو كانت إدارة بايدن، قد تقوم إسرائيل في بعض الأحيان في عمليات بشكل أحادي، هذا فعلته سابقا مع إدارة أوباما، لكن مع ترامب بالتحديد واضح أن هناك دعم مطلق وليس هناك توقع أن يكون أي إدانة أمريكية لهذا العمل. الأمريكيين الآن يفكرون في الدفاع، يرسلون بعض البوارج ويوجهون رسائل بشكل غير مباشر إلى الأطراف المعنية بأن أي مقتل أمريكي سيرد عليه بشكل مباشر. فبالتالي يعني واضح أن هناك ضوء أخضر ما أمريكي. طيب، في المقابل الآن إيران توعدت بالرد، ولكنها أشارت أيضا يعني في تصريحات مسؤوليها بأن إسرائيل تسعى لخلق الفوضى والتوتر في المنطقة. السؤال الآن، ما هي أولويات إيران؟ هل ترجح مثلا أنها يمكن أن ترد الآن، أم أنها ستؤجل قليلا حتى رحيل مثلا ترامب عن البيت الأبيض؟ يعني حتى الآن تتعرض إيران لنكسات متتالية في سوريا وفي أكثر من مكان، والآن بعد قاسم سليماني الآن هذه العملية، وليس هناك رد مباشر. يعني هناك ربما تيار محافظ داخل إيران يريد إلى حد ما إيجاد ردع ما لإعطاء صورة مغايرة عن إيران، وهناك الخط المعتدل يعني روحاني أو غيره عينه على بايدن الآن، يريد الدخول في عملية الآن تعقد كل هذه الأمور. أستبعد أن يكون الرد من حلفاء إيران، حزب الله وغيره، أو بمعركة تقليدية. إيران ستحاول الرد في أماكن محددة بطريقة استخباراتية، لكن لا أعتقد أنها ستخاطر بمعركة كبيرة الآن قد تعقد العلاقة مع بايدن. فالمشكلة أن التوقيت كان محرج لها، وأعتقد يعني سيكون الرد بطريقة استخباراتية أكثر من طريقة تقليدية. شكرا جزيلا لك جو ماكارون، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، حدثتنا عبر سكايب من باريس.